ماذا عن الجيب الصغير داخل جيب بنطالك الجينز؟ ليس مخصصاً للخواتم أو القروج، بل تم صنعه لساعات الجيب. ما هي ساعة الجيب؟ ساعة تضعها في جيب بنطالك الجينز. حسناً، لننتقل إلى النقطة التالية. إن لاحظت بهتان الشعيرات الزرقاء على فرشاة أسنانك، فتلك علامة مؤكدة على أن الوقت قد حان لاستبدالها، فهذا سبب وجودها، أو ربما يستخدم شريكك في السكن فرشاة أسنانك. أما بالنسبة للخطوط الموجودة في معجون الأسنان، فلكل لون وظيفته الخاصة. يزيل الأبيض البقع ويبيض الأسنان طبعاً. يمنحك الخط الأزرق نفساً منعشاً ويحمي أسنانك من الجراثيم. يحمي الخط الأحمر اللثة ويقويها. أما اللسان فيجب أن يدافع عن نفسه. الحلقات الثلاث على مقبس الهاتف مشابهة نوعاً ما لذلك. كل حلقة تمثل مكونات مختلفة. إن كان مقبس الصوت يحتوي على ثلاث حلقات، فهذا يعني أن جهازك يمكنه إنتاج صوت ستيريو، وأن سماعات الأذن تضم وظيفة الميكروفون. الثقوب في أسفل سماعات الأذن تسمح بتدفق الهواء عبر السماعات، ويساعد ذلك على زيادة الترددات المنخفضة، مما يجعل الصوت المنخفض أعمق. كما تعلم، كل شيء يتعلق بالصوت، وجودة الصوت العامة أفضل بكثير. دعايات الأفلام كانت تعرض في نهاية الفيلم وليس في البداية كما هو الحال. لهذا السبب تسمى تريلرز بالإنجليزية، وتريل تعني يعقب. هل سبق أن تساءلت عن سبب استمرار وجود علاقات الملابس الخشبية الكبيرة؟ وذلك لأن الزيوت الطبيعية فيها تصد العث، وعلى وجه التحديد إن كانت العلاقات مصنوعة من خشب الأرز أو السيدار. لنفترض أن شخصاً أعطاك بيضة مسلوقة وأنت لست متأكداً من أنها طازجة أم لا. استخدم الحيلة التالية: إن تقشرت بسهولة فإنها قديمة، فتقشير البيض الطازج صعب. أو ربما تفضل تحضير البيض المسلوق بنفسك. للتأكد من أنها ناضجة تماماً، دورها على سطح المائدة. إن كانت البيضة تدور بثبات دون السقوط على الفور فإنها ناضجة. لم يتم اختراع رغوة الاستحمام للمتعة فقط، فهي تخفف التوتر وتنظف الجلد، والأهم من ذلك تبقي الماء دافئاً. تتكون الرغوة من فقاعات هواء صغيرة تكون طبقة عازلة فوق الماء، مما يمنع خروج الحرارة. في الوقت الحالي نرتدي الخواتم كإكسسوارات أنيقة أو لإظهار الحالة الزوجية، لكن كانت تخدم أغراضاً عملية أكثر في الماضي. على سبيل المثال، استخدم النبلاء الخواتم كختمة، وارتداها رماة الأسهم لحماية الإبهام من إصابات الوتر. تستخدم العطور للحصول على رائحة جميلة، لكن استخدمت في الماضي كدواء مقاوم للبراغيث والسموم وحتى الطاعون. تلك المغرفة الكبيرة المسننة ممتازة لإخراج الإسباغيتي من الوعاء، لكن يمكنك استخدامها أيضاً قبل أن يصبح الطبق جاهزاً حتى. أترى تلك الفتحة في المغرفة؟ إنها موجودة لقياس الحصص، فكمية المعكرونة الجافة التي يمكنك وضعها فيها تعادل الحصة التي يحتاجها الشخص الواحد. كما تحتوي المقلاة على فتحة مفيدة، تلك الفتحة الكبيرة في المقبض موجودة لحمل ملعقة التحريك. بهذه الطريقة لن تلطخ الصلصة جميع أنحاء سطح الطاولة أو الموقد، ويمكنك بالطبع استخدامها لتعليق المقلاة على الحائط وتوفير المساحة. يمكنك أيضاً تعليق المسطرة على الحائط، ربما بجوار المقلاة. لهذا السبب تحتوي على فتحة في أحد طرفيها، وليس لتدوير المسطرة حول طرف القلم الرصاص، رغم أن ذلك مسل أيضاً. إن كنت سائق شاحنة، فقد تعرف المعلومة التالية: شرائط المطبات على جانب الطريق موجودة لإيقاظ السائقين النائمين الذين يغفون خلف عجلة القيادة. عندما تنجرف الإطارات إلى هذه الشرائط، فإن الضوضاء والاهتزازات الناتجة عنها تعمل مثل المنبه. صنع الكحل الأسود في البداية لحماية العينين من أشعة الشمس الحارقة، وقد استخدمه المصريون القدماء والقراصنة. هل هذا يفسر تلك الخطوط السوداء التي يرسمها لاعبو كرة القدم تحت أعينهم؟ الملوك المرسومون على أوراق اللعب هم شخصيات تاريخية. الباستوني هو الملك ديفيد، السباتي هو الإسكندر الأكبر، والكوبا هو شارلمان، والديناري هو يوليوس قيصر. يقال إن مرتبة السرير يتضاعف وزنها بعد 10 سنوات بسبب الغبار المتراكم والعث وخلايا الجلد المتقشرة
والعرق وزيوت الجسم وغيرها من الأشياء التي لا يبدو النوم عليها ممتعاً للغاية. المعذرة، لكن المراتب القديمة تحتوي على كل هذه الأشياء، لكن لا يوجد دليل علمي يثبت أنها تصبح أثقل مرتين بسببها. إذن هل هذا خبر جيد؟ تلك الفتحتين في عصا المصاصة يمكن استخدامهما للتصفير بعد الانتهاء من تناول الحلوى، لكنهم في الواقع موجودتان لإبقاء الحلوى في مكانها. يتم غمس العصا في شراب سائل ساخن ويتدفق إلى الثقوب ويتصلب ويلتصق بإحكام بالعصا. أما بالنسبة للفتحة في غطاء القلم فإنها موجودة لغرض السلامة. يحب الكثيرون مضغ طرف غطاء القلم وقد يبتلعونه بالخطأ. الفتحة الموجودة لمثل هذه الحالات للسماح بمرور الهواء حتى يتمكن الشخص من التنفس، وهذا هو السبب أيضاً في وجود فتحات في رؤوس قطع الليجو. نحن نستخدم ورق الملاحظات اللاصق بشكل خاطئ طوال الوقت، لا يفترض بك نزعه من الأسفل، فهذا قد يسبب تجاعداً في الورقة ولن تلتصق بشكل جيد. انزعه من الجانب وسيلتصق لفترة أطول. النصف الأزرق من الممحاة ليس موجوداً لمسح القلم الحبر، لكن لمسح القلم الرصاص المستخدم على ورق أكثر خشونة. وأخيراً السر الغامض الأكبر من بين جميع هذه الأسرار، لماذا تلتصق ستارة الحمام بك أثناء الاستحمام؟ بحسب تأثير ستارة الحمام يخفض الماء الساخن ضغط الهواء خلف الستارة، ويدفع الضغط العالي والأكثر كثافة خارج حوض الاستحمام بالستارة إلى الداخل، مما يجعلك تشعر بأن ستارة الحمام تحاول النيل منك. لكن كلا، مجرد أنها تريد الالتصاق بك قليلاً. من المزعج للغاية أن تحاول إدخال شيء عبر الباب بينما يغلق باستمرار، لذا لتجنب ذلك يمكنك ربط شريط مطاطي حول المقبض على جانبي الباب بحيث يتقاطع فوق المزلاج من الجانبين. عندئذ لن يتمكن المزلاج من الخروج ولن يغلق الباب. للتأكد مما إذا كانت ملاءات سريرك جافة تماماً، ضع مرآة تحتها واتركها لمدة 5 دقائق تقريباً. إذا تراكمت عليها قطرات بخار الماء فهذا يعني أن الملاءة لا زالت رطبة. السرير الرطب بيئة خصبة لتكاثر العفن وغيره من الفطريات الكريهة. يمكنك طلاء أطراف مفاتيحك بطلاء أظافر بألوان مختلفة يمكنك تمييزها بسهولة. لسكب الكمية المطلوبة من الزيت أو تتبيلة السلطة، اصنع ثقوباً في غلاف القصدير بدلاً من نزعه تماماً. يمنع هذا تدفق الكمية الكبيرة من السائل بسرعة. لمنع انزلاق الضمادات عن إصبعك، قص خطاً على كلا الجانبين، سينتج عن ذلك 4 شرائط لاصقة أصغر بدلاً من شريط واحد كبير، وسيكون تثبيتها أسهل كثيراً. إذا دخلت إلى مرحاض عمومي ورأيت كوباً أحمر وضعه أحدهم تحت مقعد المرحاض، فمن الأفضل أن تختار حجرة أخرى، إذ يشير ذلك إلى عدم وجود مناديل مرحاض فيها. يستخدم الكوب الأحمر كبديل لبكرة الورق المقوى، والتي توضع أيضاً تحت مقعد المرحاض للسبب نفسه. بمناسبة الحديث عن الحمامات، في أي مرحاض عمومي تقريباً توجد فتحات كبيرة بين الأرضية والباب، ويعزى السبب في انعدام الخصوصية هذه إلى تقليل مستوى الراحة إلى أقل قدر ممكن حتى لا يمكث الأشخاص لفترة طويلة، وبالتالي لن يصطف الآخرون بالخارج للانتظار. كذلك يعد هذا أسهل عند التنظيف وأكثر أمانا إذا وقع حادث طارئ. هل نسيت وضع مشروبك في الثلاجة؟ لف حوله منشفة ورقية مبللة وضعه في الفريزر، خلال 15 دقيقة فقط سيصبح مشروبك باردا مثلجا. بدلا من تكديس بطاقات خصم المتاجر في محفظتك أو حقيبة يدك، يمكنك التقاط صورة لها. كل ما عليك هو التقاط صورة واحدة لرمز الشريطين، وكذلك صورة للوجه الأمامي للبطاقات حتى يمكنك تمييزها. بعد ذلك عندما تذهب إلى المتجر عليك فقط مسح الرمز الشريطي على هاتفك لتجميع نقاطك. إذا كنت تستخدم هاتفك لمشاهدة شيء ما وسئمت من حمله وسنده وانزلاقه، فحاول استخدام نظارة شمسية. ليس عليك سوى وضعها رأسا على عقب واستخدام الجزئين اللذين يستندان على أذنيك لتثبيت الهاتف في مكانه. إذا لم يكن لديك عملة معدنية بالحجم المطلوب لوضعها في عربة التسوق في المرة القادمة التي تذهب فيها إلى المتجر، يمكنك استخدام مفتاحك بدلا منها.
إذا كان معك مفتاح بطرف مستدير فيمكنك إدخاله في المكان الذي توضع فيه العملة المعدنية، ولا بد أن العربة ستفتح. إذا كنت تعاني للحصول على الشكل المثالي لشطيرة التاكو فاستخدم صينية المافن. اقلب الصينية رأسا على عقب وانثر عليها الزيت، وضع خبز التورتيلا في الفجوات، اخبزها في الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 370 مئوية للحصول على شطيرة تاكو مقرمشة. يمكنك استخدام زجاجة مياه لفصل صفار البيض، اجعل فوهة الزجاجة فوق الصفار واضغط عليها كي تمتصه. اسقط الصفار في وعاء منفصل ويمكنك الآن إعداد طبقك المفضل. عندما تعاني لتنظيف مروحة السقف استخدم غطاء وسادة وحركه فوق كل أذرع المروحة لمسح الغبار، هكذا سيسقط الغبار الزائد داخل غطاء الوسادة ولن يسقط عليك. لتنظيف وعاء الخلاط بشكل صحيح ضع بداخله الصابون والماء الساخن، ثم شغله لمدة 10 ثوان واترك تلك المهمة الشاقة لدوامة المياه الناتجة. بعد ذلك ليس عليك سوى شطف الوعاء وها قد أصبح نظيفا. ضع قطعة من الشريط اللاصق المؤقت قبل دق مسمار في جدار جص، سيمنع الشريط اللاصق الجص من التساقط أو انتشار الغبار على الأرضية. إذا وجدت رائحة كريهة في حذائك فضع بداخله بعض أكياس الشاي المجفف وستمتص الرائحة تماما. جرب استخدام معجون الأسنان لإزالة الخدوش الصغيرة على الأثاث. أفرك بحركة دائرية كمية من المعجون بحجم حبة البازلاء على الخدش حتى يختفي، ثم امسحه بقطعة قماش مبللة لنتيجة رائعة. اصنع بعض الثقوب الصغيرة أسفل سلة القمامة كي لا يعلق الكيس أثناء إخراجه من السلة. تمنع الثقوب التأثير الفراغي الذي يدفع الكيس للالتصاق بقاع السلة. يمكنك إزالة بقايا الملصقات عن البرطمانات بسهولة باستخدام زيت الطهي. اغمس قطعة قطن في قليل من الزيت ثم افركها على بقايا الملصقات، اتركه لبضع دقائق ثم امسح البقايا بسهولة. يمكنك استخدام بلسم الشعر لتقليل تأثير الحكة عند ارتداء تلك السترة الصوفية الجديدة. انقعها في ماء فاتر مع ملعقتين كبيرتين من البلسم واتركها لمدة 15 دقيقة، ثم جففها وستجد سترتك ملسى. يمكن إزالة الروائح من أصابعك بقليل من معجون الأسنان الذي يحتوي على النعناع. أفرك أصابعك بمعجون الأسنان ثم اشطفها جيدا، سيساعد ذلك في التخلص من الرائحة ويعمل أيضا كمقشر لطيف. قبل التخلص من تلك الأحذية الرياضية القديمة أحضر فرشاة أسنان قديمة وقليلا من معجون الأسنان. ضع المعجون على البقع المتسخة واتركه لمدة 10 دقائق على الأقل. امسح المعجون بقطعة قماش مبللة وكرر الأمر إذا لم ينجح كما ينبغي من المرة الأولى. انتبه عند استخدام معجون الأسنان الملون فقد يترك بقعا. كي تدوم ملابسك ضعف المدة المعتادة عليك غسلها على درجة حرارة منخفضة، والأفضل غسلها بماء بارد. جففها في الهواء إن أمكن ليدوم القماش فترة أطول. تدوم السحابات المعدنية طويلا لكنها تعلق أكثر من أنواع السحابات الأخرى. ليس عليك سوى فرك قطعة الصابون برفق على أسنان جانبي السحاب، سيساعد فتات الصابون على تليينها ومن ثم يسهل فتحها وغلقها. عندما تعجز عن اعتصار أنبوب معجون الأسنان عليك فقط قص طرف الأنبوب، سيسمح لك ذلك بإخراج ما تبقى على فرشاة أسنانك بسرعة وسهولة. إذا كان بداخله ما يكفي للاستخدام أكثر من مرة ضع الأنبوب في كيس بلاستيكي لاستخدامه لاحقا. سيداتي سادتي، رحبوا بضيفنا المميز لهذا اليوم وهو كيس القمامة. ابتكر المخترعون الكنديون هذا العنصر المنزلي الذي لا يمكن الاستغناء عنه قبل حوالي 70 عاما، وهو متوفر اليوم بالعديد من الأشكال والألوان والأحجام. وإن كنت تظن أنه يحقق غاية واحدة فلدي لك مفاجأة كبيرة. يستطيع كيس القمامة حمايتك من المتلصصين، لكن سنتحدث عن هذا لاحقا. ماذا لو أخبرتك الآن أنك كنت تستخدم كيس القمامة بشكل خطأ طوال حياتك؟ لو أمعنت النظر به فستلاحظ على الأرجح درزة مقلوبة، وهذه ليست صدفة. في الواقع لا يفترض بك نفض الكيس لفتحه، بل عليك وضع الكيس فوق سلة القمامة كالقبعة ثم ادفع منتصف الكيس إلى أسفل السلة. لا تقلق، لست الشخص الوحيد الذي لم يكن على علم بهذا. انتشرت هذه الخدعة الرائعة على شبكة الإنترنت وحصلت على ملايين المشاهدات. تخيل أنك بحاجة إلى صبغ شعرك أو طلاء الجدران أو تشكيل كوب من الطين ولا تتوفر لديك بدلة واقية. إليك هذا الخبر الجيد، يمكنك صنع بدلة من كيس بلاستيكي.
لن يستغرق الأمر منك أكثر من دقيقة واحدة. عليك فقط العثور على كيس كبير بما يكفي ليكون مناسبا للجزء العلوي من جسمك، ثم اصنع ثقبا للرأس في الجزء السفلي من الكيس وثقبين جانبيين للذراعين، وانتهيت. ولا تتردد في صنع قبعة من كيس بلاستيكي آخر لحماية شعرك. وعند الانتهاء من المهمة يمكنك غسل هذه البدلة المصنوعة يدويا وإعادة استخدامها. تناسب الحيلة التالية الأشخاص الذين يحبون توفير المال. يمكنك استخدام كيس بلاستيكي حقيقي بدلا من المعطف الواقي من المطر والذي يشبه الكيس البلاستيكي بالفعل. اصنع شقا دائريا لوجهك وسيكون المعطف جاهزا. يمكنك إعادة استخدام هذا المعطف عدة مرات. يمكنك استخدام زجاجة بلاستيكية لصنع موزع للأكياس البلاستيكية المعاد تدويرها. أحضر زجاجة بلاستيكية كبيرة. يمكنك استخدام زجاجة المشروبات الغازية أو زجاجة جل الغسيل. المهم هنا أن تكون مستقيمة الشكل لتتمكن من حفظ الأكياس بداخلها بسهولة. اغسل الزجاجة وجففها وقص القناع والعنق ثم اقلبها، وهكذا أصبح موزع الأكياس جاهزاً. يمكنك إطلاق العنان لخيالك لتلوين الزجاجة وتزيينها بالملصقات كما تحب. وعند الانتهاء من تزيينها ثبتها على جدار المطبخ أو أحد أبواب خزانات المطبخ. تخيل أنك خططت لقضاء إجازة نهاية الأسبوع في التنزه في الريف، لكن عند وصولك إلى هناك بدأت السماء تمطر. لا تتسرع بالعودة إلى المنزل، ستفيدك الأكياس البلاستيكية كثيراً إن كنت بحاجة لوضع أغراضك على العشب المبلل. يمكنك أيضاً صنع غطاء لحقيبة النوم واستخدامه في حالات الطوارئ بالاستعانة بكيس قمامة كبير. يمكنك استخدامه بعد توقف المطر أيضاً كمرتبة تحت حقيبة النوم لحمايتها من الرطوبة وتوفير طبقة إضافية لتتمكن من الاستمتاع بقيلولة مريحة. ليس عليك سوى ملء الكيس بالقش والأوراق اللينة. قد تجد كيس القمامة الكبير مفيداً حقاً أثناء التخييم في البرية برفقة الأصدقاء، إذ يمكنك تحويله إلى ستارة دش أو مرحاض أو حتى غرفة لخلع الملابس. علقه فقط على الشجرة ولن يراك أحد. إن ذهبت إلى التنزه مرتدياً حذاءك الذي يتعرض للبلل بسرعة، فإليك هذه النصيحة للحفاظ على جفاف جواربك. ارتدي كيساً بلاستيكياً فوق الجورب واثني حوافه بإدخالها في الجورب أو البنطال، ثم ارتدي الحذاء. لكن هناك مشكلة واحدة، وهي احتمال تعرض القدمين للانزلاق داخل الحذاء، لذا عليك توخي الحذر. وهذه الجوارب البلاستيكية مفيدة أيضاً عند ارتداء الجينز الضيق الذي عادة ما تعلق به قدمك. هل سبق أن تمزقت حقيبتك وأصبحت في موقف حرج؟ يمكنك صنع حقيبة ظهر للطوارئ من الكيس البلاستيكي ذي المقبضين. ليس عليك سوى وضع أغراضك داخل الحقيبة ووضع يديك داخل المقبضين لتكون الحقيبة جاهزة. يعتبر كيس القمامة مادة جيدة أيضاً لتغليف الكتب، إذ يمكنك إعادة استخدام الأكياس متعددة الألوان لصنع تصاميم مميزة لكتبك المفضلة. حسناً، ستنتقل إلى منزل جديد وتريد حزم أمتعتك، لكن كل الصناديق قد نفدت. هل تكرر هذا الموقف كثيراً معك؟ لا بأس، أحضر مجموعة من أكياس القمامة الكبيرة واملأها بالأشياء المتبقية، وعلى عكس الصناديق، ستحمي هذه الأكياس أغراضك من المطر أو الثلج. تعد أكياس القمامة مفيدة فعلاً، خاصة لتعبئة البطانيات والوسائد والدمى المحشوة. إن كنت بحاجة إلى حزم أغراضك بالتفريغ من الهواء، فضع أنبوب المكنسة الكهربائية داخل الكيس ثم شغلها. ستفرغ المكنسة الكهربائية الهواء الزائد من الكيس، مما سيوفر مساحة إضافية في الحقيبة أو في مستودع التخزين. إن دعاك شخص مقرب لإعداد عشاء مميز، وأخيراً فلا شك أنك سترغب بإظهار كل مهاراتك في الطهي، لكن هذا الشخص المقرب لا يملك مريلة للمطبخ وتخشى اتساخ ملابسك الجديدة. لا تقلق، اصنع مريلة لحالات الطوارئ باستخدام كيس قمامة كبير، سيبهر ذلك هذا الشخص المقرب. وبالحديث عن الملابس الأنيقة، هل سبق وسمعت بمصطلح فساتين أكياس القمامة؟ يفاجئ المشاهير وعلامات الأزياء الشهيرة الجمهور من حين لآخر بأزياء تشبه أكياس القمامة، إذ يصنع البعض أزياء حقيقية من أكياس قمامة كالقماش، وهذا خيار شائع للفنانين الشباب الذين لا يستطيعون شراء واستخدام الأقمشة باهظة الثمن. تعتبر أكياس القمامة مرنة جداً، وهذا ما يجعلها مادة مثالية لصنع الأزياء المختلفة مستقبلاً. وعندما يكون الأمر متعلقاً بأكياس القمامة، فلا حصر لعدد الأشغال اليدوية التي يمكن صنعها منها، إذ يستخدم الناس هذه الأكياس لصنع أغطية للمصابيح وأغطية للملابس وأكياس صغيرة لمستحضرات التجميل ومنظمات لأدوات التجميل ونظارات معاد تدويرها، حتى أن البعض ينسجون منها سلاسل وحقائب وبسط للأرضية. من السهل جدا أن تصنع بساطا يدويا،
عليك فقط قص عدة أكياس إلى أشرطة متساوية ونسج جديلة طويلة من هذه الأشرطة. والآن لف هذه الجديلة بشكل حلزوني واربطها أو الصقها بالغراء. ولتثبيت البساط وضمان عدم تمزقه يمكنك خياطته على ماكينة الخياطة من المنتصف إلى الحواف على شكل نجمة. يمكنك استخدام هذه الضفيرة البلاستيكية أيضا كحبل لحالات الطوارئ أو كشريط يدوي صنع لتزيين الهدايا والأزهار، إذ يمكنك استخدامه أيضا للتخلص من الروائح الكريهة. يساعد فرك الملح بأطراف أصابعك بعد تقطيع الثوم على التخلص من رائحته العالقة بيديك، كما يمكنك التخلص من الرائحة الكريهة للأحذية بالطريقة ذاتها. تحتوي محمصة الخبز على شريحة منزلقة سرية في الجزء السفلي من الجهاز، ويمكنك إزالتها لتنظيف فتات الخبز المزعج. إن سبق وواجهت مشكلة في إخراج قطع الشوكولاتة من صندوقها، فابحث عن تلك الثقوب الصغيرة الموجودة حولها، لقد وضعت لمساعدتك، فإذا دفعت الحفرة المجاورة لقطعة الحلوى ستنبثق الحلوى للأعلى بسهولة. عند شرب رشفة من فنجان القهوة ذو الغطاء، فإنك تقلل من ضغط الهواء الموجود داخل الكوب، لهذا يحاول الهواء الدخول. يتيح الثقب الصغير الموجود على الغطاء دخول الهواء منه ليخرج السائل من الفتحة الرئيسية بسلاسة. والمزيد عن أغطية المشروبات، تمكن الأزرار الصغيرة الموجودة على الأغطية العمال في المقاهي والزبائن أيضاً من معرفة محتوى الكوب، إذ يوجد اسم قرب كل زر، تحقق فقط من الزر الذي دفع إلى الأسفل. تشير الأرقام الموجودة على ثمار الفاكهة إلى الطريقة التي نمت بها الثمار بالضبط، فإن رأيت ملصقاً يحمل 4 أرقام أولها 4 أو 3، فهذا يعني أن الثمرة تعرضت للرش بمبيدات الآفات، وإن رأيت 5 أرقام أولها الرقم 9، فتلك إشارة إلى زراعة الثمرة بطريقة عضوية، وإن كان الملصق مكون من 5 أرقام أولها 8، فقد تم تعديل الثمرة وراثياً. وأنت متجه مع أغراضك إلى سيارتك بعد الانتهاء من التسوق، استخدم الحلقات الموجودة في عربة التسوق لتعليق الأكياس، وهكذا لن تتعرض المنتجات اللينة كالخبز والبيض والفاكهة والخضروات للسحق تحت الأغراض الثقيلة. إن لم يكن يرافقك أحد للإمساك بالطرف الآخر من شريط القياس، فيمكنك وضع مسمار لهذا الغرض. والآن ثبت الشريط باستخدام الفتحة الصغيرة الموجودة في كل أشرطة القياس. تساعد الملعقة مربعة الشكل الموجودة في علب مثلجات ماك فلوري على مزج الآيس كريم بالحلوى. تثبت الملعقة بالآلة وتدور. عادة ما تتعطل الأقفال التي توضع في الخارج بسرعة نتيجة لتعرضها لمياه الأمطار. هل ترى هذا الثقب الصغير الموجود في الأسفل؟ صمم هذا الثقب لسكب زيت المحركات بداخله. قم بهذا وسرعان ما سيدور المفتاح في القفل بسلاسة. هل تضرب قاع زجاجة الكاتشب مراراً وتكراراً لكن لا شيء يخرج منها؟ إليك هذه النصيحة البسيطة، اقلب زجاجة الكاتشب بشكل مائل وانقر على منتصف عنق الزجاجة. يقوم الزبائن في العديد من مطاعم الوجبات السريعة بملء أكواب ورقية صغيرة مطوية للحصول على القليل من الكاتشب أو الخردل. إليك هذا الخبر السار، يفترض بهذه الأكواب أن تفتح وتتحول إلى أطباق ورقية صغيرة ليوضع فيها مقدار أكبر من الصلصة. هذا الثقب الموجود في مقبض القدر أو المقلاة ليس لتعليقهما فقط، بل يمكنك الاستفادة منه أثناء الطهي أيضاً، بوضع طرف أداة المطبخ في الثقب لتبقى فوق القدر وتحمي مطبخك من أي فوضى. الغاية من الشعيرات الزرقاء أو أي لون آخر داكن الموجودة على فرشاة الأسنان هي تذكيرك بأن الوقت قد حان للحصول على فرشاة أسنان جديدة. إن لاحظت بأن الشعيرات أصبحت باهتة اللون، فقم بتغيير الفرشاة بأكملها أو غير رأسها. للفتحة الإضافية الموجودة في الجزء العلوي من الحوض عدة وظائف خفية، فمثلاً لو نسي أحدهم إغلاق الصنبور لن يفيض الماء من الحوض ويغمر الحمام، كما أنه بفضل هذه الفتحة يتم تصريف المياه بسرعة، إذ تشكل مجراً للهواء يساعد على تدفق المياه إلى الأسفل. تحتوي معظم السحابات المعدنية على قفل مخفي بداخلها لحمايتك من التعرض للمواقف المحرجة. لا تترك السحاب مرفوعاً للأعلى،
حيث يقفل تلقائياً عند سحبه للأسفل. يرجع الفضل بذلك إلى تلك الأخاديد الصغيرة المخفية تحت مقبض السحاب. تنبعث الغازات من الحليب الفاسد كغيره من الأطعمة عندما تفسد. لهذا صمم وعاء الحليب البلاستيكي بشكل مقعر من أحد جوانبه، فعندما تتمدد الغازات داخل الوعاء يتمدد الوعاء معها أيضاً وينبثق الشكل المقعر للخارج. وإن أردت أيضاً حفظ الحليب لوقت لاحق ووضعه في الفريزر، فسيتمدد الوعاء عندما يصبح الحليب صلباً، إذ سيشغل مساحة أكبر في الوعاء. الفائدة من رغوة الاستحمام غير محصورة بالاستمتاع بها أو برائحتها الجميلة، بل تساعد أيضاً في تنظيم درجة حرارة الماء. تحافظ الفقاعات على الماء ساخناً لتتمكن من الاستمتاع بالاستحمام لفترة أطول. عموماً ينجح هذا فقط عند استخدام أحواض استحمام مصنوعة من الأكريليك، حيث تفقد الأحواض المعدنية الحرارة بسرعة كبيرة في كلتا الحالتين. تحتوي العديد من الأكواب والفناجين على أخاديد صغيرة في الجزء السفلي منها، وهناك فائدة من وجودها. إنها مصممة لغسالات الأطباق، إذ تفسح الأخاديد الطريق لخروج الماء دون أن يسقط على قدميك عند إخراج الأكواب من آلة الغسيل. وتسمح هذه الأخاديد أيضاً بتدفق الهواء من أسفل الكوب كي لا يتشقق، حتى لو كان الشاي شديد السخونة. هذا الجزء المدبب الموجود على أغطية المراهم وضع لتحقيق غرض معين، فعادة ما تغلق الأنابيب بقطع صغيرة من ورق القصدير، وبما أنه من الأفضل تجنب فتحها بإصبعك إلا إذا كنت لا تكترث لما سيحل بأظافرك، وضعت هذه النقطة المدببة لتتمكن من فتح الأنبوب بسهولة وأمان. لا تستخدم فرش الدرج المتحرك لتنظيف حذائك. قد يكون من الصعب وضع شمع التنظيف على تلك الفرشاة أثناء تحرك الدرج، بل وضعت في الأساس لحمايتك. تمنعك هذه الفرش من الاقتراب من حافة الدرج حتى لا ينتهي الأمر بمعطفك أو بنطالك الطويل بين الدرج. صممت جميع علب تيك تاك لإخراج حبة واحدة من الحلوى في كل مرة، حيث صمم الغطاء بشكل الحلوى تقريباً. اقلب العلبة ورجها برفق ثم افتحها ببطء، وستلاحظ قطعة حلوى واحدة عالقة في الغطاء. لهذا إن كنت تفتح العبوة وترجها في فمك لتخرج منها 5 حبات أو أكثر، فذاك يعني أنك تتناول تيك تاك بطريقة خاطئة طوال هذا الوقت. لم توضع الكرات الصوفية فوق القبعات في الأساس كإكسسوار جميل، بل كان الهدف منها حماية البحارة من ارتطام رؤوسهم بأسقف السفن المنخفضة. شعيرات السلم الكهربائي ليست مخصصة لتنظيف حذائك، مع أنه باستطاعتها ذلك، لكن في الواقع تتعلق وظيفتها بالأمان. بدونها قد تعلق الملابس وأربطة الأحذية والحقائب في الجوانب عندما تكون قريبة منها، وهي موجودة أيضاً لتذكرك حركتها بالنظر إلى أسفل واستخدام السلم الكهربائي بعناية. واو، لطالما اعتقدت أن حركة الفرك هذه من صنع حشرة ما. أنصاف الأحزمة، حقاً؟ ما خطب هذه الأشياء؟ حسناً، كانت بعض السترات العسكرية تستخدم أيضاً كبطانيات، وكان نصف الحزام يساعد ألا يعيق القماش الزائد الجندي أثناء الحركة. هذه الأيام غالباً ما تستخدم أنصاف الأحزمة كإضافة أنيقة. تدبيس الصفحات الخطأ سوياً هو أسوأ شيء على الإطلاق. هناك أشياء أسوأ بالطبع، لكنه أمر مزعج للغاية، خاصة إذا قطعت الدبابيس جزءاً كبيراً من المستند أثناء محاولة نزعها. توجد في الواقع طريقة سهلة للتأكد من أن الدبابيس أقل إحكاماً ويسهل نزعه. ألقي نظرة عن كثب إلى اللوح المعدني في الجزء الأمامي من الدباسة، وهو الذي يعرف باسم السندان. اقلب الدباسة واضبط إعداداتها. هكذا تغير الإعدادات إلى الوضع المؤقت، لن تنقطع الأوراق بعد اليوم. يستخدم الناس أغطية مقاعد المرحاض بشكل خاطئ منذ مدة طويلة. أراك تقطع الجزء المتدلي الذي يشبه اللسان. كلا، أنت تفعل ذلك بشكل خطأ. بدلا من قطعه، دعه يتدلى في المرحاض بعد أن تضع الغطاء، وعندما تشد السيفون سيسحب دفق الماء الجزء المتدلي ثم غطاء المقعد بالكامل. انظر لهذا المستطيل أو المربع الداكن في طرف أنبوب معجون الأسنان. ماذا يعني؟ هل هو شفرة لونية توضح مكونات معجون الأسنان؟ أم إذا كان مصنوعاً من مواد صناعية أم طبيعية؟ آسف،
لكن الحقيقة ليست بهذه الإثارة، إنها علامات من أجل ماكينات القطع والتغليف، فهي تساعد الماكينات على معرفة مكان قطع وطي كل أنبوب. قد تقود سيارتك عائدة من السوبر ماركت فتستدير إلى اليمين بشكل أقوى من اللازم ويا للهول، تسمع ما يشبه بركانا من البقالة قد انفجر في صندوق السيارة. لكن انظر جيدا في الصندوق، قد ترى خطافا صغيرا هناك يمكنك تعليق حقائبك عليه. هو رائع، يوجد الخطاف خلف المقعد الأمامي في بعض السيارات، يمكنك استخدامه أيضا في تعليق الملابس أو حقيبة الطعام الذي طلبته للتو من المطعم. ربما لاحظت أن المضيفين في الطائرة يحبون لمس الخزانات العلوية أثناء سيرهم في الممر، إنهم لا يعانون من رغبة غريبة في لمس كل شيء، لكن في الواقع توجد مقابض على طرف تلك الخزانات تمنحهم ثباتا أفضل أثناء السير. يمكنك استخدام هذه المقابض عندما تريد السير في ممر الطائرة في رحلتك القادمة، هذا أفضل كثيرا من الإمساك بمساند رأس الركاب، أليس هذا مزعجا؟ يضيف مقبض الباب النحاسي الأصفر الأناقة اللازمة لباب منزلك الأمامي، لكن هذه ليست وظيفته الوحيدة. يتمتع النحاس الأصفر مثل أي مادة يدخل في تركيبها النحاس النقي بخواص مضادة للميكروبات لا تستطيع تحملها الكثير من الجراثيم والبكتيريا. في المناطق المزدحمة تعد هذه المقابض المصنوعة من النحاس الأصفر طريقة مثالية للتخلص من هذه الجراثيم الشريرة دون استخدام الكيميائيات الثقيلة للتنظيف طوال الوقت. المشكلة الوحيدة هي أن النحاس الأصفر أغلى من المعادن الأخرى، ربما لهذا لم يعد يستخدم كثيرا. هل فرشاة أسنانك بها نمط من الشعيرات الزرقاء بين الشعيرات البيضاء؟ تجعل مظهر فرشاة الأسنان أنيقة، لكن لا يتعلق الأمر بالأناقة فحسب. لدى هذه الشعيرات الزرقاء وظيفة عملية، صممت هذه الصبغة الزرقاء ليبهت لونها عندما يصبح من الضروري تغيير الفرشاة. عليك تغيير فرشاة أسنانك كل 3 أو 4 أشهر، لكن ستمنحك هذه الشعيرات الزرقاء تذكرة لطيفة في حالة إذا كنت قد نسيت. تسير فوقها كل يوم لكنك لا تفكر بها أبدا، لكن هل هناك سبب يجعل أغطية البالوعات دائرية دائما؟ في الحضارات السابقة مثل روما القديمة كانت أغطية البالوعات مصنوعة من حجارة مربعة الشكل، لكن تسببت حوافها في الكثير من الحوادث الصغيرة واصطدام أصابع القدم بها، بينما قضى الغطاء الدائري على هذه المشكلة. كذلك لا يمكن فتح الغطاء الدائري سوى بأداة مخصصة لذلك، وهذه أيضا ميزة جيدة. اخترع الترموس عالم اسكتلندي، لكن ليس بغرض إبقاء قهوته دافئة، بل لأنه أراد إبقاء بعض المواد الكيميائية في درجة حرارة مستقرة. وضع العالم زجاجة صغيرة داخل زجاجة أكبر وشفط كل الهواء ما بين الزجاجتين. لا يزال الأسلوب نفسه مستخدما لصنع الترموس الحديث. يمكنك العثور على وسادة دبابيس في كل منزل تقريبا، والغريب أنها دائما على شكل حبة طماطم. هل تساءلت من قبل عن كنه ثمرة الفرولة التي تتدلى منها؟ لست عالم نبات، لكنني متأكد أن الفرولة لا تنمو على الطماطم. هذه الفرولة الصغيرة مخصصة للإبرة التي تستخدمها حاليا حتى لا تفقدها بين مجموعة الإبر الكبيرة التي تملكها. هل تتوقف عن استخدام مزيل العرق عندما تبدأ العبوة في الاحتكاك ببشرتك؟ لكن لا يزال بها الكثير من المستحضر. ها هي حيلة سهلة للاستفادة بالكامل من عبوة مزيل العرق. لف الجزء السفلي وادفعه لأعلى من الأسفل، سيمنحك ذلك بضعة أيام أخرى على الأقل من الاستخدام. لا يزال بعض الناس يقودون سياراتهم خارجين من محطة الوقود، بينما لا يزال خرطوم تزويد الوقود في خزان الوقود. يا إلهي! لحسن الحظ توصلت شركات الوقود إلى حل. إذا قدت مبتعدا بينما لا يزال الخرطوم في السيارة، هناك موصل مغناطيسي ينفصل عند الجذب. بهذه الطريقة لا تأخذ المضخة معك، سيكون ذلك محرجا للغاية. قد يكون فتح البرطمانات صعبا مهما كنت قويا. أحتاج مخلل الآن. لحسن الحظ هناك حل، ارتدي قفازين مطاطيين. هذه القفازات ليست مفيدة في التنظيف فحسب، بل ستمنح قبضتك مزيدا من التحكم لفتح أكثر البرطمانات المستعصية. الآن ستصبح حياتك أفضل قليلا،
حسنا، لا داعي للشكر.